وحده الصوت. اولا الهديه اللي بيدي هذه الشخص يستاهل وانتم كلكم تستاهلون الخير والبركه. وطبعا مكتوب هنا في الرساله انا ماني بقاري اسم الشخص فلان الفلاني وضعت لك بصمه مختلفه تميزت وابدعت واثبت نفسك بنفسك واستمريت في مسيره العطاء بمحتوى يليق بذائقه المتابع. استمر وثق باننا معك دائما داعمين ومساندين. وايضا مكتوب مؤمن دائما بان الهديه مشاعر مغلفه. والشخص هذا يستاهل عشان في مبادره فهد الشريف ما ودنا نتاخر. الهدية الناس كلها على نار. هذه للشخص الذي يدعى بوليد الزهران. ولي انهض. لا لا والله لا 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 دعوه يتكلم. دعوه يتكلم. دعوه يتكلم. دعوه يتكلم. دعوه يتكلم يا شباب. يستاهل والله يستاهل. سم صلوا على النبي يا رجال. يا شباب خلوه يتكلم. صوت 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 يا عيال انتم مريجين. صلوا على النبي يا رجال وحدوا الصوت وقولوا لا اله الا الله وحده لا شريك له. شكرا كثير وكلمات الشكر ما توفي حق اي شخص يقدم لاي متسابق هديه ولو كانت الورده هذه فما بالك هديه عظيمه زي كذا. انا تستاهلون الطيب. انا اشوف هذه ما هي بهديه، هذه رمز الحاجتين وكل شيء يجيني انا شخصيا اشوفه رمز الحاجتين تستاهل الطيب. الرمز الاول فهي محبه والله يعيننا ان احنا نقدر على رد هذا الجميل. الامر الثاني والرمز الثاني اللي هو حمل كبير على كتفي وعلى كتف اي واحد يجي له هديه. يا الربع اللي يرسلون الهدايا هذه ينتظرون منا اشياء كثير نقدمها. والله العظيم قد ما هي تسعد الهديه هذه بقد ما هي حمل كبير على كتف كتف كل واحد. ف هوا يا اخي. فشكرا كثير 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 اللي ارسلها بغض النظر ايش كانت انا اشوفها قيمه جدا جدا جدا. تستاهل جدا. والله ذيك مره قال نفسي يا شباب عشان الوقت يا شباب. فشكرا كثير والله لصاحب الهديه هذه ولكل شخص يرسل. والله نفس الشيء ترى ليك نفس الشيء فهد المس. ايه انا وليد ترى نفس الشيء ترى ريالتي ما هي فقط. تستاهلها يا حبيبي والله تستاهلها. احتفظ على العلبه دي ترى العلبه مهمه. الله يعطيها الصحه يعطيها العافيه مين الجمال واعطيها يا عم والله يعطيهم الصحه يعطيهم العافيه. اوكي 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 حلو مظبوط تستاهل الطيب. ها ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله والله انها هديه بعدين تهاجم من الورود ليش تستاهل تستاهل ها انا بقعد مع هديتي شويتين كذا ابد خذ راحتك يا عيال ابد خاطر مع هديتي يا نايف يا مستشار فهد الرجال عنده فقره قبل فقره كرسي يلا عيال اخذهم بالخجلانه بالخجلانه يلا والله استغربت يا ابراهيم اقرا كلام درت انا لك موجه يلا يلا انا ودي شانل والله يستاهل يا ولد ايه لا تفكها خلها ولد تبارك الله هيا سلطان جيب لك يا الله الله عطك ما شاء الله يلا يلا يا عيال شكرا لصاحب الهدية. ممكن اني عرفته. ممكن اني عرفته. اعطيك اول حرف اسمه. انا عني هدية شباب. وخر يلا. اعطيك اول حرف اسمه. ها. اعطيك اول حرف اسمه. ما يا اخوي جيب خلاص يبا. اخوي اشتريت يبا. يبا. انا بتعطر. يا عيال ما اقدر لا تعطر. ورني. نايم. ورني. هذا اساسا خذت العطر ذا ليه؟ لا متى وانا عليك. اوف الريحة. قول ما شاء الله. ما شاء الله. مجنونة. اوف. بس واحدة احتزم ثنتين يلا قوم انت دقيقة يا رب خليني اشوف اسمع هذا تستاهل الطيب ما يجي الا للزين والله آه ما شاء الله يعني اربع هدايا في هدية واحدة تستاهل اربع في واحد وحنا اكبر هدية لنا من جاء ابراهيم النجاشي وانا قايل هذا وحنا اكبر هدية لنا وجودك معنا والله العظيم ان انت الهدية يشهد الله تستاهل هذه اصبر اصبر ايش فيك الله يبيض وجهك ووصلت الهديه والله يجمل حالك يا ابو عبد الله تقدير اللي راعيها بالبصر الله يغريب تمك تقدير اللي راعيها بالبصر حطها باليد الثانيه ما يلبس غيرك حطها باللي بدون ساعه ها ما احب البس السوايف كثير صراحه كيف تنفك يا الله يا اخي ما في تطور كذا كبيره شوي ما عليه بعدين نضبط فيها ما عليك باقي الهديه دي خلينا نشوف الشيء اتوقع جزمه اتوقع انه شوز لا لا اتوقع لا يلا يا رجال نفسه ايش قريت قريت البراند انت تقول اربع سم ها قريت هذه قريتها اي هذه لا لا الورد هذا ورد اي هديه هذا انت هنا جاي الورد هديه
كيف نفك هذه؟ هذه شوف اللي سنونه قوية ما نفكها بسنونك. لا عاد ايش دعوة بسنونك؟ بس اسألك بسنونك وش دعوة؟ لا بس لا كذا شوف بس تفك الحبل. حبل اسمه خيش فك الحبل كذا فهمت بس بسيطة اخوي جبه وش اللي بسيطة والله انفكت يا اخوي خلص خلاص خلاص تكفى خلا خلا في هذا بس حبس حبس لا لا خلا 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 بس خلا احتفظ بقى باقي واحد فكيته اي فكيت الاول باقي واحد يا اخوي هذه كذا اي والله العظيم ولد ها لحظه لحظه طلب ابو فراج شوي يا اخوي ورانا مبادره اسحب 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 خابر خابر ساعات صدح بس يا صدح يا خلص يا ابن حلا ابو حمود انت وراك عجل يا اخي هات هات يا اخي والله يا هو مطاريس وسع صدرك يا ابراهيم الله يرضى عليك ذا ما هو بكلام والله انت بلش تحب المطرس يا ابراهيم شايف ها تسمح لي اقص منه يا تسمح لي وليد تدري ايش اجمل من الهديه تسمح لي اقص على اللي قدمها والله يا حبيبي اقسم بالله العظيم الله يرفع قدرك ثاني اصبر اليد يا الربع ايوه انتهى الموضوع انتهى الموضوع انتهى الموضوع صدرك بس حتى الجزمه تقول وسع صدرك اسمع ما شاء الله واو اميزنج الله والله لونها حلو ما عندنا نشوف صدق الله تبارك الله تستاهل والله هذه تصلح الكوتش ذي هذه تصلح لا ما هي الكوتش تصلح احس كذا تصلح هذه سنيكرز هذه حق الطلعات تستاهل والله تستاهل سنيكرز حق الطلعات تلبسها مع ثوب تلبسها لا يا رجال كلكم سيجريتشر وش اسمه لا تقول الاسم لا تقول لا تقول الاسم سيجريت شراكة عزيزي طلبنا 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 لما غاضب كمشي يلا 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 وليد ورد ورد مو بوصاخ الورد لما هداياك وابلح تعال تعال ارجع بدا خلاص فهد يقول ارجع انت تجلس هنا الله العظيم تستاهل يا ابو زهره والله تستاهل الله العظيم ان كانها جايتني يا وليد يعلم الله ان كانها جايتني الهديه هذه يشهد الله انها سامي انا لو شغل بس في العين امان الله يمكن اهل العبيري والله ايش فيه يلا ابشر انا ابشر 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 وين الثانيه ها كل في يا ابو علي غيرها بلشنا نظام حواري ايش تحسب ايوه هذا ابو معتز والله ما قابلته من امبارح واجهته